السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من احلى اكله. وحشتكم اخر مره كنا مع حضراتكم. النهارده السبت كالعاده اكله سمك. صدقوني انا بحتار جدا في موضوع المنيو. كل يوم بنفكر نعمل اكل ايه، والسمك هو هو، واللحمه هي هي، والفراخ هي هي. ده بياخد وقت كتير جدا، بس بحاول دايما اختصر الامور بنفس الخامات بتاعتنا بس بطريقه مختلفه شويه، تسويه مختلفه. نفس المقدمه بقولها دايما على كل طبق، بحاول اعدل فيه، بشك حضراتكم معايا في الفكره. فسمك الدنيس عملناه ب 500 طريقه. السي فود نعمله شوربه، نعمله كبسه، نعمله مكرونه، ايا كان. زي ما حضراتكم شايفين الحاجات شكلها بيفتح النفس لوحدها. انا فكرت النهارده اغير شويه الموضوع ونوديه في حته حلوه لطيفه تكون مقبوله شويه. هاخد السي فود الحلو ده وحركه دوت. الاول نتكلم على السمك عشان ما نزعلش الناس، بس خلاص ماشي. طيب السي فود اللطيف دوت نص كيلو مشكل ايا كان حجمه. هعمله فته سي فود او فته جمبري بصوص طماطم بتاع مرقه جمبري، بتقطع جواه قطع صغيره من السي فود لو حبينا. الرز هيبقى رز مصري. هقفله بطريقه حلوه جدا ان شاء الله تعجب حضراتكم، بشكل كده يكون يعني جديد، مش عايز اسبق احداث، لان الجمبري احط فيه شبت لسه وبسله وبتاع وفي حركات. طيب طبق ده الاولين. الطبق الثاني الدنيس. الدنيس شكله زي ما حضراتكم عارفين يفتح النفس لوحده، يمشي محمر يمشي مشوي، ولكن بقالنا كتير ما عملناهوش في صينيه بطاطس بالكريمه. ليها زبون قوي، ليها ناس بتحبها جدا. هنعملها النهارده بشكل بسيط جدا وسهل مع حضراتكم. اما الطبق الثالث احنا ممكن بقى نمشي ايه بقى، الامور تبقى ماشيه ببساطه كده. يعني خلاص دخلنا في فكره اللي احنا عملنا سي فود وعملنا كمان السمكيه. ممكن حد من اطفالنا ملوش في الحاجات دي، فنعمل كفته سي فود بقى. كفته عاديه جدا من اول لحد اخرها مع حضراتكم، نضربها في الكبه او في المفرمه ونبدا نعملها بشكل البانيه، بالدقيق وبيض ولبن وبقسماط او بالدقيق بس. هنشوف التركيبه ماشيه ازاي النهارده ان شاء الله مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل. يلا بينا. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب كنا بنتكلم النهارده مع حضراتكم على اكله سمك كالعاده. الموضوع سهل وبسيط، بحاول دايما كل اسبوع الاكل بتاعنا هو هو، حتى كل يوم مش شرط يكون كل اسبوع والله، يعني السمك هو هو السمك، اللحمه هي هي اللحمه، ولكن دورنا نكون مع حضراتكم يوميا كده بنعمل اكلات تكون خفيفه بسيطه، بنسهل الامور لحضراتكم، ونحاول نفتكس ونخترع في المعقول اللي يليق على ذوقنا، وده اهم شيء. ما بحبش يعني انا عندي افتكاسات كتير على فكره، والتجويد مفيش اكتر منه، بس انا دايما بقيس وافسر على حضراتكم كاني انا وعيلتي. يعني زي ما بقعد في البيت لو شايف برنامج مطبخ بيعمل اكل النهارده حلو هكمل الحلقه، لقيته شاطح في السحاب بافكار كتير مش هتلاقي على ذوقي على ما اعتقد. انا شخصيا انا من الناس دي، مش هقدر اتجاوب معاه ولا هقدر هعمل ده. يعني بالمختصر المفيد، الذوق بتاعنا واحد، وبالذات كمان لما يكون في اكل السمك لازم يكون على مزاج شويه، لان يعني السمك هو سهل في تسويته، سهل في اكله، سهل كمان في هضمه، فمالوش لازمه الواحد يأفور عليه كتير ويخلي تفاصيله اكتر من اللي احنا بنتكلم عليه، اكل وهضم والحاجات دي كلها. فجايب عندي ثلاث سمكات دنيس حلوين، عايز تبله تتبيله كويسه جدا، ودخلهم عندي الفرن شويه يتشمع او يشد شويه، وعامل لهم طاجن بس بالبطاطس او صينيه بالبطاطس بس صوص ابيض. تركيبه كده حلوه ناس كتير جدا بتحبها، وانا شخصيا بحبها طبعا. يعني مفيش دايت زي ما احنا عارفين اليومين دول، بس ان شاء الله زي ما اتفقنا اول الشهر كلنا هنمسك الدنيا بقى ونظبط الدنيا ان شاء الله ونشتغل واحده واحده. الطبق الثاني ربع مشكل من السي فود زي ما حضراتكم شايفين اهو يا ابراهيم. هعمله كله كفته للاطفال النهارده، لو حدش ليه مزاج ياكل سي فود بالرز او كبسه او بشكل البايلا او اي كان اللي هنعمله، او بطاطس مع الدنيس، نعمل كفته سي فود لطيفه مقرمشه كده حلوه محمره بشكل لطيف مع كمان الفته السي فود. ويلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب الاول بوله فاضيه، نعمل تتبيله حلوه للسمك الدنيس عشان ندخله الفرن يتشمع شويه على ما نعمل له التتبيله بتاعتنا. طيب الموضوع هجيب عندي السمك الدنيس ده احنا هنعمله بالكريمه، فناخد بالنا شويه واحنا بنتبل ما نحطش الوان كتير زي البابريكا او فلفل شطه او اي كان عشان ما يغيرش لون الكريمه معانا شويه. حبه ملح شويه، حبه كزبره، بسم الله، معلقه كزبره، معلقه كمون، وعندي دايما في بهارات سمك تمام، وهاخد تاتش شايفهم دول يا باشا، سنه كركم على كاري كده بتدي نفس كويس قوي اهو، واخد بعضي واطلع على البوله اللطيفه دي. اخد عندي حبه زيت زيتون شويه، عليهم كمان حبه عصير ليمون، بسم الله، شويه تمام لحد كده. واجي هنا عايز احشي خلطه بتاعتي احط فيها كرفس النهارده شويه،
كرفس مفروم مع كرات مفروم هيدي نفس كويس جدا. حبه خضره زي شبت او كزبره او الاثنين طبعا كده اهو. ولو حابب اجيب عندي معلقه هريسه سبايسي صغيره مش كتير، بص كده تمام. وطبعا اكيد عندي معلقه الثوم بتاعتي مفروم ناعم بالزيت بتاعه موجود عندي اهو كامل حته تمام لحد كده. على ما اعتقد الامور واضحه جدا ما فيهاش اي تفاصيل. انا مش من الناس اللي دايما يعني بحب احط فلفل اسود كتير في السمك بالاخص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بص التتبيله عامله ازاي، ده حشو وتتبيله اهو في البسيط وفي اللطافه ما فيهاش اي صعوبه وبكل المقادير اللي عندي. النهارده انا زودت بس تيست شويه بتاع الكرفس والكرات والحشو بتاعي. طيب هنجيب السمك بتاعنا بقى ونشوف اخباره ايه. سمك الدنيس انا شخصيا من الناس اللي احب اي سمكه ما تعديش عن الحجم ده الوسط. شايف الحجم عامل ازاي، حجم السمكيه اللي هو على قد كفه الايد. بص يا باشا كده. طب ايه الفرق على الكبير؟ كبير حلو مش وحش، والصغير جميل حلو مش وحش، ولكن انا بتكلم على السمكيه كل ما يكون حجمها كده كل ما تبقى معسله شويه. اكيد السمكه انا فاهم انا قصدي ايه، معسله يعني تحس ان فيها طعم، مش مليفه من كتر اللحم ومش مقدده من قله اللحم. انا بقول المصطلحات اللي احنا كنا عارفينها في موضوع السمك بالاخص. فالافضل ان احنا نجيب السمكيه تكون وسط، حجمها يكون صغير، سكينه لطيفه. وهنيجي نعمل ايه؟ هنفتحها من النص. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهو كده اهو، وش وظهر من النص عشان نتبل السمكيه صح اهو كده اهو ماشي الكلام. ونجيب عندنا التتبيله بتاعتنا الحلوه دي، نرفع المضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيب عندنا الحشو، نحشي قلب السمكيه بالشكل ده. بص المظهر عامل ازاي يا ابراهيم، شوف واجي هنا في النص. بص السمكيه من وش ومن الظهر، وببدا اقلبها كويس واحشيها. بص كده ده معاك السمكيه متطعمه من جوه ومن بره، مش ثابته على ان هي حشوها حلو وبتاع ومن بره تلاقي طعمها، لا كله زي بعض اهو. شوف اهو كده اهو، ودي كمان كده اهو، ونجيب دي كمان ونحشي من جوه اهو كده كده كمان. بص لحم السمك من جوه كده، انا تبلت السمك بتاعي زي الفل. هاخد الكلام ده كله واطلع بيه 15 دقايق بالكتير قوي على الشبكه. تعال بسم الله الرحمن الرحيم. كالعاده بقول حاجات بس مهمه جدا على الطبخ بالنسبه لي، تفاصيل ورقه الالومنيوم دي الصينيه بتاعه الفرن. لو انا ما حطيتهاش هنزل عادي جدا التتبيله بتاعتي، هتنزل على الفرن هتخليه مش نضيف وبالتالي هيعمل ريحه مش حلوه، فده مش صح. فانا خلاص تبلت السمكيه بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو على الوش، بحطها عندي على الشبكه كده اهو اهو كده اهو ماشي يا باشا. والتتبيله دي هشتغل بيها تاني كمان شويه. بص التتبيله نازله فين، حته على الصين. ورقه الالومنيوم في الاخر هنرميها. دايما بقف عند الفرن لما يكون في تفصيله زي كده، وبقعد بس اركز شويه في المعلومات دي لان دي مهمه جدا. طيب تعال نخش على اللي بعده. يبقى السمكيه خلاص خلصت تمام التمام. طب هنعملها ايه السمكيه دي بقى؟ هشيل بقى القطعه دي من هنا، وعندي طاسة حلوة. الطاسة دي فيها حبة زبدة الأول مع بطاطساية. فين الزبدة؟ كل يوم يروّر على الزبدة يحطها في الفريزر. مش أنت مش معنى السنة تحطها بره. أهي بسم الله. هجيب عندي مكعبين زبدة حلوين كده أهو تمام. مع الزبدة دي ني في ني هجيب عندي توم شرايح. ركز يا باشا معايا، اتفضل. توم شرايح أهو، شوف المنظر عامل إزاي. وعندي بطاطس من بتاعتنا متقطعه شرايح برضو. شايف البطاطس عامله ازاي يا ابراهيم؟ اهي. طبعا كالعاده احنا بنصفي البطاطس كويس، بنحط البطاطس قوي في ميه عشان ما تسودش مننا وتحافظ عليها. بعد كده هنصفيها كويس. بسم الله كده اهو اهو، عشان نفضل محافظين على اللون بتاعها. وعلى التوم بتاعي، شايف المنظر يا باشا، التوم هنا اهو. بسم الله. واخد تشويحتين حلوين، البطاطس بتاعتي تتشوح، دي بتاعت صينيه الدنيس ها، فلازم نكون واخدين بالنا شويه بس بالتفاصيل عشان ايه ما ننساش حاجه. هسيبها تتشوح شويه، ممكن اديها اي اضافات عندي لو حبيت. سيبها بقى شويه براحتها خالص، شفت دي؟ بس كده تمام. هسيبها زي ما بقول لحضراتكم، هديها عندي حبه فلفل اسود كده اهو تمام، وحبه ملح
وهسيبها تتشوح شويه. مش عايز اجود عليها النهارده كتير واحط معاها تفاصيل اكتر من فلفل وزيتون والحاجات دي، همشيها عادي النهارده ساده حلوه كده تتاكل البطاطسيه بس تكون مستويه. وانا بسويها شويه هبدا اعملها ايه، احط لها عندي حبه مرقه جمبري، بس اصبر شويه عليها. طيب اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. تعال خش في الطبق الثاني، الرز اللي هيتعمل ليه فكره الكبسه او فكره الفته، هي مش كبسه هي فته. تمام، نجيب عندي حله لطيفه، نعلي النار شويه، هنحط عندنا الزبده وزيت كالعاده للرز. ادي مكعبين زبده حلوين، تمام، مع سنه زيت لطيفه، بسم الله. تمام، معاها كمان انا احب احط عندي في قلب الزبده وهي بتسيح فصين مستكه، شايفهم يا باشا؟ ويا سلام لو حطينا معاهم كمان حبتين حبهان وورقتين جار كمان بالمره، واشوحهم مع بعض اهو، زبده مع مستكه مع حبهان مع ورق الغار. ده في البدايه، في البدايه معاهم ايه يا باشا تاني؟ معاهم كمان بصلايه ناعمه، ومش شرط تكون غامقه، يعني مش هخليها تبقى عامله زي بصله الرز بتاع السمك المحمر اهي، هي بصلايه عشان احط لسه شبت، فبعمل حبه رز حلوين اهو، واشوحهم مع بعض. شوف المنظر اهو، سيبهم شويه مش مستعجل عليهم. البطاطس عندي شغاله معاها فص الثوم ملح وفلفل ومتشكرين. طيب هنا الحله دي هعمل فيها صوص طماطم بتاع الفته. هنعمل ايه في صوص طماطم بتاع الفته ده؟ نحط عندنا معلقه ثوم كده اهو صغيره، شايفها يا باشا؟ مع معلقه الثوم دي لو حابين نحط عندنا بصلايه، ماشي، مش حابين برضو ماشي، نحط عليها بصلايه كمان صغيره كده تبقى طعمها حلو اهو. ده بتاع عصير الطماطم، عصير الطماطم عشان يتسبك معايا يكون لطيف، هكون مجهز له عندي معلقه صلصه طماطم الاول اهي، ني في ني، مش عايز اخليها تبقى غامقه اهي. بص حبه الزيت دول كمان ينزلوا كمان معايا اهو، وسيب الكلام ده كله يتدلع مع نفسه. واحده واحده هرجع بحرقكم كل التفاصيل. هرجع تاني للرز، اول ما احس ان البصل بتاعي هو والمستكه والحبهان بقوا تمام رايحين في حته ان هو بقوا دبلانين شويه، هو ده اللي انا محتاجه، مش هخليها تغمق مني. هنزل عندي بكوبايه الرز بتاعتي، كوبايه رز مصري بتاعنا عادي جدا، كوبايه قدام كوبايه. يعني ايه كوبايه قدام كوبايه؟ يعني كوبايه الرز قدامها كوبايه من المرقه، وابدا اقلب الرز بتاعي عشان يسخن اهو. ده لوحده، يعني انا بعمل الرز لوحده، السي فود هعمله برده لوحده. هنا صلصه الطماطم دي شغاله، هي بتتشوح مع نفسها، لسه هحط عليها عصير الطماطم وهنحيقها وهنظبطها ونديها كمان مرقه جمبري. البطاطس عندي شغاله، دي بتاعت الايه؟ الدنيس اللي في الفرن. هنا عندي الحله السخنه دي هعمل بيها ايه بقى؟ شايفين التتبيله الحلوه دي؟ شوف الحبه دول بتوع الدنيس، شايفهم؟ شفتهم ها؟ تمام. هاجي هروح اعمل ايه؟ جايب عليهم حبه الجمبري اللي عندي، واشوحهم شويه، بسم الله بسم الله اهو، وراح مديهم من عندي حبه زيت كمان، كانه جمبري مشوي. الاول هغطي عليه، ليه هتغطي عليه؟ عشان البخار ده يخليه يحمر بسرعه ويستوي معايا بسرعه، وهسيبه شويه. هرجع تاني للرز، بيتشوح، سيبه برده شويه. صوص طماطم اهو زي ما حضراتكم شايفين، نجيب عصير الطماطم عشان ما نسبكش الصوص قوي. اه هو ده المفروض بصراحه، ما نسيبش صوص الطماطم تستوي كتير وتغمق مني وانا بشتغل بيها. بسم الله اهو، شوف ادي عصير الطماطم مع صلصه الطماطم مع فص ثوم مع بصلايه، ونروح محيقينه كمان دلوقتي على طول ب معلقه صغيره، وناخد على طول عليها على طول حبه كمون، حبه كزبره، حبه ملح انصاص، تمام، وكمان سنه بهار سمك. اول ما ياخد غلوه اتنين هنزل على طول بايه؟ بمرقه الجمبري، فيقوم يخف ويستوي معايا برده ويبقى لطيف. ادي صوص طماطم، متشكرين ليك. تمام، نغطي عليه ونسيبه شويه. ارجع تاني للرز، اول ما احس ان خلاص بدا الوانه تبان زي ما حضراتكم شايفين، هكون مجهز عندي حبه الكاليماري دول، تسويتهم بتبقى شويه اصعب من قشر بياض او من السلمون او من اي سمك في الدنيا يعني، فبنزل بيهم في الرز عشان يسخنوا معايا كويس، وابدا اشربهم كمان بمرقه الايه؟ الجمبري. ماشي،
كده اهو. اه شايف الجمبري اخباره ايه هنا؟ شايف المنظر؟ هديله تقليبه حلوه. اه وكانه جمبري مشوي. ده بتاع ايه يا باشا؟ بتاع الفته اهو كده اهو. وهعمل حركه لطيفه بسيطه جدا، هنزل عندي بقيه السيفود بتاعي على وش الجمبري. بص كده يا باشا اتفضل اهو كده اهو، بالليمون بتاعه كل حاجته كلها. معايا كمان الكرفسيه دي في النص، ومعايا كمان الليمونه دي في النص، ومعايا كمان قرن الفلفل ده في النص، وحبه الشبت دول في النص. ماشي الكلام؟ كلام جميل. ما استناش واشوح كتير، لا هجيب عندي مرقه الجمبري بتاعتي واشرب حاجتي بسم الله. شوف واسيبهم عندي ياخدوا نص سلقه كده مع نفسهم هنا اهو. شوف المنظر منهم فيه. هرجع تاني اقلب الرز بتاعي مع الكاليماري. روح اغسل ايدينا بقى عشان اشتغلنا من غير جوانتي، فيبقى الموضوع كده ايه، في قلق. احنا بنلعب بس اول ايه فاصل مع حضراتكم بتاسيس كل طبق عشان نشتغل واحنا مستريحين. طيب البطاطس اخبارها ايه؟ لحظه واحده، حاضر والله حالا. اخبار البطاطس ايه؟ هديها بق مرقه عشان تبقى معايا مظبوطه اهي. شوف المنظر، كمان سنه مرقه الجمبري واسيبها عندي تاخد غلوتين. هنا عندي السيفود بتاعي، شايف المنظر عامل ازاي؟ بقى تمام التمام. طيب وهنا اخبار الرز ايه؟ الرز عندي استوى سخن شويه، هملحه نملحه حالا، هكون معاكم والله. هملحه ونديله كمان مكعب زيت، ده من عندنا ندلع الحاجه شويه. حلو الكلام لحد كده؟ كلام جميل. طب وبعدين عندي حبه بسله، لحظات هكون معاك وانا اسف للتاخير. بسله تنزل كده على طول معايا، وكرفسايه مفرومه شايفها يا باشا دي؟ اهي تفرق؟ اه تفرق كتير. وروح مقلبينهم مع بعض، شوف المنظر كده اهو، كده 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 اهو. السي فود ده عندي خلصان، شايفه يا باشا؟ شايفه ولا مش شايفه؟ نعم هو مين؟ احمد ابن خالتي. ما يعني انا شايف انتوا شغالين معايا ولا شغالين في قناه ثانيه. بقول له شايف السي فود اللي معايا؟ يقول لي هو مين؟ اه الرز. اوكي المصفى فين يا شباب؟ انتوا بتاخدوا مني والله ما حد. فين المصفى؟ الدرج، حطوا المصفى في الدرج دلوقتي. والله انا بحس ان الشباب المطبخ يا ابراهيم شغالين معاك مش شغالين معايا، بحس بكده. اه ماشي تمام اوكي. هاخد حبه الرز دول شايفهم يا باشا، هنزل بيهم. شايف المرقه دي بقى بتاعت ايه دي؟ بتاعت السي فود والجمبري والتشويح والحركات دي كلها. بص المنظر، الله اكبر اهو. ودول خلاص خلصانين؟ اه خلاص خلصانين. ونزود عليهم كمان حبه مرقه جمبري بسم الله، ونغطي الرز بالمرقه. شكرا على كده اهو، حلوه كده اهو دي اهو. ونرجع دي اهو كده اهو، نقفل لحظه من الزمن. هرجع تاني دول كده اهو. ادي الرز عندي، اسيبه عندي يتشرب مع الكاليماري مع البسله بتاعته مع حاجته كلها مع التحقيقه بتاعته، ونغطي عليه ونسيبه يعيش حياته. طيب والسي فود خلصان؟ انا بالنسبه لي السي فود ما زودش على تسويته اكتر من كده. هتقول لي لسه شويه، اقول لك لا سيبه بس كده ايه عسل قوي. هنرحل دي مطرح دي افندم، انا معاكم. نعم اميره هانم، اهلا بحضرتك. صباح الورد والياسمين يا فندم، اهلا بيكي. صباح الفل يا رب تكوني بخير يا فندم. الله يخليك تسلمي. شيف انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضلي. انا بس يعني لسه مبتدئه شويه في المطبخ. تمام. فخايفه قوي يعني اعمل سمك برضه يبوظ مني ابوظه. يعني ايه اللي يبوظ من حاجه يا فندم؟ خايفه يعني لما اجيب حاجه ابوظها، يعني في حاجات بتبقى سهله في حاجات بتبقى اصعب. اخوكي معاكي ما تقلقيش، هاتي وبوظي واحنا نصلح وراكي ما تقلقيش. ربنا ايه اللي خايفه منه؟ ايه اللي انت ممكن تكون يعني حاسه ان انت لو دخلت تطبخيه يبوظ منك ايه؟ طب ايه، انا هقول لحضرتك حاجه. اتفضلي. يعني مثلا عايز حضرتك تديني نصيحه ابدا بايه كده يبقى سهله عشان ابقى مطمنه وانا بعمل. كاكله ولا كاعداد طبخه؟ كسمك. في السمك. حلو قوي. بصي بقى في السمك خليكي احسن دايما في الحاجات البسيطه اللي ما فيهاش لعبكه كتير، يعني مثلا الزيت والليمون اسم كبير ولكن بسيط جدا في تفاصيله. يعني لما تجيبي سمكيه، تعالى معايا بعد اذنك، لما تجيبي سمكيه يا فندم زي دي، بص كده بالمنظر ده، وتجيبي اي سمكه بتحبيها، دنيس بولتي بوري ايا كان، وتبريد تتبيله محترمه، وتجيبي عندك الشبكه وتحطيه كده. السمك ده بقى مشوي زي الفل.
ولا في تفاصيل ولا غيره. جنب منه حبه رز ماشي، حبه مكرونه برده ماشي. تبلتك زي ما عملناها من شويه، ثوم مفروم، ليمون، شبت، كزبره، ملح، كمون، كزبره ناشفه، اي حاجه انت حابه تحطيها تاني معاها معاك كبهارات مفيش مشكله. اي نوع سمك بقى عادي اللي نفسك فيه طالما عملته بالطريقه دي. دي سهله ما فيهاش حاجه، دي انا عاملها كجزء دلوقتي في التسويه اللي هيخليني يعني يا اما اكمله للاخر واكله زيت وليمون، او هطلعه زي ما حضرتك هتشوفيه دلوقتي كده وهبدا اقفله في بايركس تاني بالبطاطس مع الكريمه. فهماني قصدي ايه؟ يعني دي طريقه برده سهله مش صعبه. عندك بحبه جدا الافندم، بحبه جدا بالهنا والشفاء. عندي كمان طريقه تانية سهله لانواع السي فود، الكالاماري مثلا ممكن تعمليه فاهيتا، تشوحيه بصل بفلفل الوان بتوم شرايح بحبه صويا صوص، فص توم مفروم يطلع معاكي برده حلو مع عيش لو حبيتي، يعني ده كل الحاجات دي تمشي معاكي. سهل وفعلا ما فيهوش ريسك، ما تقلقيش انا فاهم، لكن ما رضيتش اقول لك مثلا ايه حاجه محمره فالدقيق يطلع منك الفيجيتاري مش عارف يحصل منه ايه، فده وارد كله. تحت امرك، شكرا. مش عارفه اقول لك ايه. لا ولا حاجه يا فندم، اخوك تحت امرك في اي وقت. شكرا، ربنا يسعدك. جيهان هانم. الو الو، صباح الفل يا جيهان هانم، ازي حضرتك؟ صباح النور، اهلا وسهلا بيك يا ست الكل. اهلا بيك، تحت امرك امر. بص انا من معجبينك من زمان قوي. ده شرف من زمان قوي 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 قوي. ربنا من اول قناه النهار، فاكر؟ طبعا اكيد حد ينسى طبعا. ده شرف ليا يعني. بص وكمان متابعك على اليوتيوب، متابعك في كل حته. والله يا فندم شرف ليا، والله يا جيهان هانم شرف ليا. شرف ليا انا، ومش انا بس، في كذا حد من عيلتي برضو متابعك وبيحبك قوي. دول اهلي مش عيلتك انت لوحدك. انت حد بص محترم قوي. شكرا شكرا يا فندم. بص انا معجبه بكل اللي انت بتعمله، معجبه بالمطبخ اللي انت واقف فيه وبالحله اللي انت شغال عليها. تسلمي يا فندم، كلك ذوق والله، ربنا يخليكي. انا عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي. انا مستريحه يعني، انا مش مثلا يعني فقيره ولا حاجه، الحمد لله الحمد لله كله من عند ربنا. يا رب دي نعمه الستر يا فندم على جميع. انا نفسي في المطبخ بتاعك ده ونفسي في الحلل بتاعتك دي. يا فندم نبعتها لحد البيت والله يا فندم. انا ما عنديش مشكله على فكره. بص انا هقول لك على حاجه. بص اتفضلي. انا في الدنيا هنا لوحدي، في الدنيا كلها انا لوحدي ماشي. جبت شقه ونفسي اعمل مطبخ زي بتاعك كده، مش زي بتاعك يعني، حاجه لله يعني، حاجه كده مفتوحه وحاجه كده معموله. فانا مش عارف اعمل ايه في الشقه ومش معايا فلوس ان انا اكمل. خلاص اشتريت الشقه ومش معايا فلوس تاني، فاحنا كده زي الفل يعني، كتر خيرك. طب انا اعمل ايه؟ والشقه يعني بصراحه فتحتني، بس نفسي بقى اعمل مطبخ كده مفتوح وحاجه حلوه كده انبسط وانا داخله بطبخ. معرفش انت ممكن تساعدني ازاي، معرفش يعني، بس انا قلت اما اقول لك يا فندم. احنا بعت لك المطبخ بالحلل بالبرنامج لو حابه، ما تقلقيش. يعني ده شرف لي طبعا يا فندم والله، متابعتك لينا واعجابك بالمطبخ ده حاجه تشرفني طبعا. طب قولي لي نفسي اساعدك في ايه؟ انا اقدر اساعدك في حاجه لو حابه. معرفش، كلمني الشركه، الشركه تكلمني اساهم معاهم اعمل اي حاجه. والله عايزه حلل زي بتاعتك. هي شركه ايه؟ شركه ايه يا فندم؟ شركه المطبخ يعني؟ معرفش بقى. لا يا فندم المطبخ ده مش من شركه، من دماغنا يعني. انا بقعد افكر في المطبخ ده هعمل فيه ايه، وعندنا زمايلنا مهندسين ديكور هم اللي بينفذوا الحاجات دي طبعا. فمش يعني انا المطبخ بتاعي مش من شركه معينه عشان بس صحيح بالمناسبه ان في اقاويل كتير بتقول احنا اللي عاملين المطبخ. لا المطبخ ده انا يعني انا بشكرك مبدئيا، شكرا جدا لمكالمتك. المطبخ ده مبدئيا يعني احنا وزمايلنا شبه بنفصل المطبخ على فكره البرنامج، فبياخد تفاصيل شويه من ناحيه ان احنا هنقدم ايه في البرنامج، ليه بوتاجازين، ليه يكون الطول ده، ليه يكون كذا. فدي تفاصيل بنفصلها لحضراتكم قبلنا. بمعنى انا عندي مثلا مسابقه، فالمسابقه دي لما باجي اعمل المطبخ بعمل حسابها من الاول ان انا عندي مسابقه اسبوعيه، فبعمل بوتاجاز يمين وشمال. يا سلام لو الشيف يقدر يعمل ده يشتغل بيهم الاثنين اهو تمام. هنقيس على كده حاجات كتير جدا، ولكن في الاول وفي الاخر ده بيبقى بصراحه مجهود زماجلي المهندسين الديكور اللي موجودين معانا في القناه مع اداره القناه مع كمان الاخراج، لان دي كمان تكنيكال بوزيشن للكاميرات بتاعته، تفصيله مش هشغلكم بيها، ولكن هي الحكايه هنا مش شركه معينه. هرجع تاني للكريمه او البطاطسايه اللي هعملها بالكريمه. بص انا وانا بتكلم مع الاستاذه اللي كانت بتكلمني من شويه حطيت معلقه دقيق سرقه، معرفش شفتها ولا لا. ابراهيم عملت ايه معايا مع البطاطس؟ كمان البطاطس فيها ماده ربط نشويات. بص عامل ازاي، حلو الكلام لحد كده. اقوم مدلع الدنيا بسم الله بكوبايه كريمه لباني حلوه كده بنت ناس اهو، الله اكبر. تمام الكلام لحد كده، بدل ما اجيب حله ثانيه بقى واعمل صوص لوحده، لا انا عملتها كلها مع بعضيها. انا مش عايز فواصل، بشكرك شكرا. قال لك لما تعوز فاصل قول لي، انا مش عايز فواصل، عايز اشتغل. فلفل اسود، لا انا مش عايز، هعيط. حبه ملح، تمام. انا كده بحيق حاجتي وبعمل صوص الكريمه بتاعي اللي انا هقفل بيه ايه، الدنيس اللي احنا هنقفله ايه يا استاذ ابراهيم قبل ما نطلع الايه بالظبط كده.
الرز عندي شغال زي ما حضراتكم شايفين، بص المنظر. اول ما هيستوي الرز ده باذن الرحمن انا هبدا، بص تعالى كده يا باشا نوطي عليه النار خالص بقى عشان ايه نسيبه خالص. احنا خدنا اول صدمه اهو، شوف المنظر، تحس ان هو عامل زي الريزوتو اهو. شوف ده رز مصر بتاعنا، بس ريحته اللهم صل على النبي. هنسيبه يعيش حياته. صوص الطماطم ده لو انتم فاكرين بتاع ايه؟ بتاع الفته. احنا خد بالك الكفته هنعملها الفصل اللي جاي، مش هعملها لكم دلوقتي عشان ما اتاخركمش والتفاصيل دي كلها. هجيب عندي حبه مرق الجمبري، اللهم صل على النبي، بسم الله كده اهو. شوف المرقه بزود، بزود ليه؟ خد كمان حبه هنا كمان بالمره، شوف مرقه الجمبري تعمل ايه. يلا بينا. طيب لحد كده احنا زي العسل قوي. ادي الصوص، بص عامل ازاي بقى، عامل ازاي. شوف المرقه مع الكريمه مع البطاطس هتربط، ما تقلقوش اهو. كان في عندي حبه جمبري، لحظه بس، دول كنت هحطهم في الرز، فانا مش يعني مش نسيتهم، انا عندي جمبري كتير في الرز. انا هعمل ايه بقى؟ هعمل حركه حلوه كده، تعالي تست معايا بتاعت البطاطسايه دي. شوف بقى المنظر، شوف المنظر، اما اسيبها هنا كده واروح مجود بايه كمان، لو عندي ريحان او بقدونس اي حاجه حضراتكم بتحبوها، معلقه حلوه كده تكسر لي اللون اهو بزيت الزيتون بتاعها، واروح مقلب حاجتي دي كده. بص شوف المنظر عامل ازاي، شوف راح فين اهو. حلو الكلام لحد كده، كلام جميل. طيب تعال نجيب السمكيه في الفرن ونقفلها عشان نطلع فاصل ما نزعلش الناس مننا. والسي فود عندي خلصان، بص بتاع اللي هطلعها بره النار خالص اهو. شايف السي فود عامل ازاي؟ تعال ملي عينك، تعال ملي عينك يا بتاع الفواصل. هنجيب عندنا البايركس اللطيف بتاعنا ونطلع على الفرن نجيب السمك. يلا يا باشا، بسم الله الرحمن الرحيم. بص السمك عامل ازاي، الله اكبر. شايف المنظر معايا ابراهيم؟ الله اكبر، ما حدش يعمل اللي انا بعمله ده، معلش انا اسف. بس طبعا ايه، عشان احافظ على حاجه، لان احيانا المساك او اللي همسك مش هيبقى حن من السمكيه على ايدي، يعني انا بعرف اللي هو ايه الحق بسرعه واعمل، يمكن الثانيه ممكن وانا بعمل كده هبقى خربشه. بسم الله اهو، الثانيه جنبها شايفها يا باشا، والثالثه كمان جنبها اهو. حلو الكلام لحد كده، شوف المنظر. واقفل كده اهو، واخد الصينيه بتاعتي واطلع بيها على فين؟ على القطاعه. شفت السمك عامل ازاي يا باشا؟ خد زيت وليمون، بسيط جدا. دي طريقه انا اكل على كده بالهنا والشفا، ما عنديش مشاكل. ولكن الخلطه الحلوه دي بالبطاطس دي شايف عامله ازاي يا باشا؟ الله اكبر اهو. انا شايف ان البايركس ده هيبقى صغير، فانا هعمل ايه بقى؟ بايركس كبير، بايركس او صينيه. لحظه انا هستخبى تحت كده، ودي لنا ثانيه بس. ده اغوط شويه ممكن. ناخد البطاطس الحلوه دي بعد ما ربطت معايا شويه كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وحبه بطاطس كده في النص، شايف الكلام ده يا باشا؟ اهو اهو كده اهو، تمام. بص الصوص عامل ازاي بالجمبري بالريحان، ريحته ما شاء الله. اهدي السمكية بتاعتك، شوف الله اكبر كده اهو. وندخل الفرن على كده، او لو حابين نزود بقى حبه مثلا بطاطس ثانيه ماشي، مش حابين احنا كده برضو عسل قوي اهو اهو كده اهو. وندخلها الفرن، حابين نزود التجويد لا مانع، هندي عندنا مكعبين زبده على وش البطاطس اللي نطلع منها الفاصل دي، ونرجع ان شاء الله بعد الفاصل نوصل. اتفضلوا. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب قبل ما اخش في الطبق الثالث، تعالوا نراجع بالراحه على اللي حصل من شويه.
ودايما كالعاده اكيد حضراتكم حافظتوني طبعا ان انا في اول فاصل ببقى مهتم جدا بالتفاصيل او بتركيب الاطباق على النار، ده مهم جدا. ودي معلومه برضو احب اضيفها لحضراتكم، اكيد عارفينها او بعض البنات او الشباب اللي لسه بيخشوا في المطبخ، اول نص ساعه عندك في المطبخ اعتبروا ان ده مش كلام انا والله، ده كلام المهنه. اول نص ساعه من المطبخ حضرتك بتخش تعد الطبخه، ايه اللي هتقطع، ايه اللي هتنضف، ايه اللي هيتعمل على جنب. لما نيجي نطبخ بقى بيخش رايقين، الليدي سخنه، انا عارف انا هوصل ايه مع ايه قبل ايه، اللي هياخد مني وقت شويه في التسويه ببدا ارميه على النار شويه، اللي عايز يتسبك ببدا اعمل كده، اللي اوديه الفرن ببدا اعمل كده، زي ما عملت من شويه مع حضراتكم. ايه الحكايه؟ جبت ثلاث سمكات دنيس تبلناهم تتبيله لطيفه جدا بالثوم والليمون بالكمون باي بهارات بنحبها، ودخلناهم عندنا على الشبكه زيت وليمون اللي هم يتشمعوا شويه. طب ليه يا شيف ما دخلتهمش كلهم مع بعض مع البطاطس مع الكريمه وكلهم يخش يستوي كويس؟ اقول لك خطا، خطا في التسويه يسبب في الاخر ان الحاجه تبقى زفره شويه. يعني هو السمك مش زفره، اقول لك لا، ما احنا بنتجنب الزفاره بفكره التسويات، ما نخليش السمك يجيب ميته في قلب كريمه ونقول حلو، مش صح. فالتركيبه ان انا بعمل صدمه من خلال الفرن او من خلال الطاسه، الاول بصدم لحم السمك بيبقى ماسك نفسه ما يجيبش مني ميه كتير، باخد جزء من التسويه وابدا اقفل الكريمه بتاعتي بالبطاطس باي حاجه انا عايز اعملها، وبالاخر بقفل كله مع بعضه في الفرن بالشكل ده اهو، واسيبه يعيش حياته. البطاطس طبعا زي ما حضراتكم شفتها من شويه غيرنا البايركس عشان ياخد اوسع، احط عندي البطاطس في الارضيه مع الكريمه اللي دلعتها وبهرتها، واحط عندي حبه الجمبري، اسيب عند السمك في الارضيه الاول الكريمه تغلي مع البطاطس فتقوم تستوي وتكمل تسويتها مع اللي سويناها من شويه على النار، واقفل حاجتي في الاخر خالص، اطلع على السلمندر فوق اخد لون وشكرا وزي الفل. ده الطبق الاولاني. الطبق الثاني عملنا ايه؟ جبنا حبه رز حلوين مصري من بتوعنا، بص منظر الرز يا باشا، وبصلايه مفرومه وشوحناهم الاول مع بعض وشربناهم بمرقه الجمبري، حطينا في النص كالاماري، ده بتاع الفته، بص حبه الرز، الله اكبر، خلصانين اهو، شايف المنظر؟ ما فيهمش اي افتكاسه ولا اي شيء خالص. السي فود بتاعه قفلناه حطيناه في طاسه لوحده او حله لوحده وخد غلوه وشكرا مع حبه مرقه ومتشكرين. الناحيه الثانيه عملنا صوص طماطم خفيف جدا جدا بمرقه الجمبري، بص عامل ازاي؟ اهو تحس ان هي شوربه طماطم اهو. ده اللي هقفل بيه في النهايه ان شاء الله في الفته. طب الطبق الثالث تعالوا نتكلم مع بعض بسم الله كده في طبق كفته السي فود بطريقه سهله ومقاديرها كلها قدام حضراتكم على القطاعه. واحد ربع مشكل او نص كيلو مشكل. لما اجي اعمل كفته سي فود بفتكر لما اجي اعمل حته كفته لحمه او كفته فراخ. يعني ايه؟ يعني لو جبت صدور فراخ اعمل بيها كفته هتفك مني، لو جبت لحمه فاضيه خالص ما فيهاش اي دهون او اي عروق وعملها كفته هتفك مني، لو جبت قشر بياض سمك وعمله كفته لوحده هيفك مني. طب اعمل ايه؟ اجيب هنا عندي حته كالاماري بتبقى ماسكه شويه نفسها، او حته السبيت بتبقى ماسكه وبتمسك معايا شويه الخليط بتاع العجينه بتاع الكفته، مع حته قشر بياض فيرمي لحمه معايا، مع حبه جمبري فيدوا الطعم كويس اللي انا عايزه من الكفته. تفاصيل بسيطه جدا بس لازم اتكلم عنها شويه. طيب شبت كزبره بقدونس اساسيات، بصلايه، قرن فلفل لو حبينا، احمر شطشه لو حابين، مش حابين نحط احمر عادي من الاحمر اللي هو الرومي بتاعنا، يعني انا بس ايه بدي الاوبشنات عشان لو محدش عايزه تبقى سبايسي يبقى تمام. الكبه بتاعتي لطيفه، بنزل بايه الاول؟ بنزل الاول بالبصلايه، ركزوا معايا في ده يا شباب معلش. البصلايه مع البصلايه وانا بضربها عشان الكلماري بياخد وقت شويه في الفرم بتاعه، بنزل بيها كمان عليها اهو، ومعاها كمان راس الثوم، يبقى انزل الاول ايه؟ بالثوم والبصل، ولو عندي كالاماري ببدا اضربه الضربه الاولى كده اهو بسم الله. طب ليه يا شيف معلش انا اسف، ليه يا شيف بتحط الكالاماري الاول او البصل الاول؟ عشان انا هفرم او هضرب الكلام ده كله في هاند بلندر او فود بروسيسور او كبه او ايا كان الموضوع، فالسكينه دي بتفرم كويس جدا، ف قوام او الخامه بتاعه الكاليماري غير خامه السمك. السمك ده لو عملته بايدي كده، بص يا ابراهيم بص شايف عامل ازاي، في ثانيه يعني ما فيهوش حاجه، اما السبيب بياخد وقت في الفرم شويه، فلازم انزل بيه الاول مع كمان البصلايه، فميه البصل تساعدني في الفرم وتسهل معايا الحكايه. بس يلا شوف المنظر اه، شفت الفرم عامله ازاي اهو، هبدا اديها كمان فرمة بقى وابدا اشتغل واحده واحده في حاجتي.
بص كده المنظر عامل ازاي اهي، ما فيهاش اي تفاصيل. اجي احط عند الخضره بتاعتي من دلوقتي بقى كده اهو، حبه الكزبره، حبه الشبت اللطاف اهو ماشي، وابهر بالمر حبه ملح، بسم الله كمان سنه، عايز اخليها محمره شويه، اديها حبه بابريكا تمام، حبه بهارات سمك، تاتش حبهان مطحون، سن التوم باودر على بصل باودر، واقلب حاجتي كلها كده اهو زي ما حضراتكم شايفين، ما فيهاش اي صعوبه، ما حطيتش فلفل مش فارقه عندي. حلو الكلام. طيب يا شيف انا حاسه ان هي ممكن تفك مني، اقول لك انا محضر معلقه بقسماط، لو حب لو حسيتي ان الكفته بتاعت اللحمه فراخ سمك اي كان بتفك منك، معلقه بقسماط او فيجيتار هتربط معاكي. لو انا عايزه هيشه عامله زي الناجتس بديها عندي ايه، واحد ابيض بيض. يلا تمام كده، بص الملامح بدات تبان، اجيب عندي اي سكليبر او اي حاجه رابر كده والم الجوانب دي كلها اهو، عشان لما كله يتفرم يبقى زي بعضه. شايف المنظر عامل ازاي يا ابراهيم من جوه؟ حاجات شكلها حلو وحاجات شكلها لسه ما استوتش ما اتفرمتش، يبقى لازم انا ايه برضه اكون معاها يا وش يا وش. هي مش محتاجه مني حاجه ان شاء الله، يعني مش محتاجه مني ولا بقسماط ولا بيض ولا اي شيء، هي لوحدها ماسكه نفسها اهو. اسف جدا الازعاج دوشه المكنه معلش، بس والله هدفي كله اني ما اطلعش الحاجه تكون فيها جزء جاهز، لا كله يبقى قدام حضراتكم واحده بواحده. ارفع السكينه الف ب في اي حاجه بشتغل بيها، خوفا ان ايه دي حاميه لا قدر الله اي حركه كده ولا كده ممكن نتعور، فاحنا نتجنب الامور ونرفع على طول الايه السكينه. نجيب بوله فاضيه كده اهو، ونبدا نرفع الخليط اللي احنا فرمناه كويس اهو، ونشوف نجحت العمليه ولا لا اهي، بالمقادير اللي حطيناها كلها قدام حضراتكم تمام. نبل ايدينا شويه بميه ونمسك الخليط كده بايدينا اهو، شوف المنظر، بس بلد الايد دي بتفرق معايا عشان ما تلزقش معايا اهو، شوف المنظر اهو، كفته سي فود في البيت حضرتك تعمليها وانت مغمضه بكل بساطه اهو. عايزه اعملها كفته ماشي، عايزه امشيها حواوشي برده ماشي، عايزه امشيها في ستيكس او في خله اللي هي الشيش طاووق بتاعتنا اللي بنعمل فيها الفراخ دي نعملها برده ماشي اهي، عايز امشيها تقيله شويه 150 200 جرام واعملها برجر برده ماشي. بص المنظر عامل ازاي يا باشا، اتفضل من جوه عامل ازاي اهي، ما حطيناش ولا بيض ولا حطينا اي شيء، كله قدام حضراتكم بكل بساطه. طيب نعمل ايه بقى؟ نبدا على طول نشتغل يا شيف ونحمر؟ اقول لك لا حاسب. طب يعني ايه مش فاهم؟ يعني انا المفروض لما اجي اعمل خليط في اي نوع من انواع اللحوم او الاسماك او اي حاجه عدت على المكنه حتى لو خضار اسيبها شويه تريح؟ يعني ايه تريح؟ او يعني تشمع، يعني مطرح السكينه اللي عماله تفرم فيها يا عيني دي ان هي بتبقى دافيه شويه، فمش من الصح ان انا امسكها اروح مدخلها على دقيق وعلى بيض وعلى لبن واروح هوب مديها غطس في الزيت هتحمر وهتبقى زي الفل، بس هتفك منك اني ما اتشمعتش. طب ايه الحكايه في الجوانتيات اللي كل يوم باجي البسها الاقيها صغيره دي؟ انا ما بقتش فاهم ايه الموضوع، ان انا لازم اسيبها شويه تبدا تبقى متظبطه. يعني انتوا جبتوا لي الجوانتيات دي بقت ايه؟ ميديم ميديم، انا كبرت يا جماعه الميديم شويه، مش عارف الشتاء كبرني، انا حاسس ان انا تخنان برضو. اه ميديم بتاعتكم انتوا افندم. حاضر يا حسين باشا. الو ايوه صباح الفل يا عم حسين. اهلا وسهلا بيك يا فندم. الله ينور على الحاجات الحلوه دي. الله يخليك يا عم حسين. اسوان؟ اه طبعا حبايبي حبايب الصعايده واسوان والاقصر والجمال. ربنا يديم محبه حبيبي، ربنا يخليك. الله يخليك، تسلم ايدك على كل حاجه بتعملها وكل حلقه، والله منورنا ودايما ممتعنا بالحاجات الحلوه دي. انت اللي منورنا وحبايبنا منورنا والله، تسلم وتعيش. الله يخليك. الله يبارك لك. قلت لي الكفته دي ممكن اعملها على شيش طاووق او اعملها على لا على خله الشيش طاووق، على الخله. لحظه عم حسين والنبي عشان ما فهمش غلط، الخله دي عارفها؟ ايوه شايفها الخله دي، هي دي اللي احنا بنعمل بيها فيش طاووق او الكفته، هي دي اللي قصدي عليها. تمام تمام يا باشا تحت امرك. لا تسلم ايدك يا شيف. الله يخليك. طبخين ايه النهارده يا عم حسين؟ انت المره دي انت حضرتك اللي سمعتني. حبيبي يا عم حسين ربنا يخليك. لا النهارده سمك، بس ان هنغير البرنامج. سمك، اللهم صل على النبي، دايما يا فندم كلكم خير وصحه وسعاده يا رب. تسلم يا شيف على صباح الورد يا عم حسين.
تحياتنا لحبايبنا في أسوان وفي النوبة وفي كل حتة في الصعيد وفي كل مكان. طيب لمر هانم. ألو يا لمر يا قمر. ألو ألو، إزيك يا لمر يا جميلة؟ الحمد لله. عندك كام سنة يا حلوة؟ عندي 8. الله أكبر عليكي، وإيه أخبارك؟ كويس. اتفضلي قولي تحت أمرك. أنا بحبك جدا يا حبيبتي، وبحب أتفرج عليك وبحب أكلك جدا يا حبيبتي. والله الكلام ده كتير قوي عليا يا لمار. يا جميلة يا أم، اسم حلو أنتي، ربنا ما يحرمش من ذوقك وكلك ذوق يا حبيبتي، وأنا كمان بحبك جدا جدا والله. ويوسف وفريدة وزينة ومحمد بيحبوك جدا. هما فين؟ ها؟ هما مش معايا دلوقتي، بس اختي عايزه اتكلم. سلمي عليهم جدا لما تشوفيهم، قولي لهم الشيف علاء بيسلم عليكم جدا جدا جدا. بيسلم. ربنا يخليكي. طيب اديني مين اللي عايز يكلمني؟ ليان. الدهان ليان؟ اه. الدهان الجميله. الو. ازيك يا شيف؟ ازيك يا لولي يا جميله انت؟ عامله ايه يا حلوه؟ الحمد لله. كله تمام؟ اه. الحمد لله. عندك كام سنه يا ليان؟ ستة. ستة، الله الله الله، وإيه أخبارك في المطبخ يا لولي؟ شطور. تطبخي كويس يعني ولا بتاكلي كويس؟ بعمل كيك في الطاسة. الله الله، كيك في الطاسة، ده أنا معرفش أعمله ده. طب يلا بقى علمينا بقى، خشي على طول سجلي بيانات الحالة مع زمان في الكنترول، وإن شاء الله في الفترة اللي جاية نبدأ نتجمع تاني ونعمل مسابقات لطيفة تانية لأطفالنا وإخواتنا الصغيرين، وتيجي كمان يا ليان تعملي لي الكيكة اللي في الطاسة، ماشي؟ بشكرك جدا يا لولي يا جميله ليان. نعم. طيب ماشي، حاضر هعمل دي وهطلعك فاصل اقل من ثانيه. بص بعمل ايه، بدي ايدي ثانيه ميه عشان ما تلزقش زي ما اتفقنا. بعمل كده اهو اهو كده اهو، صوابه عادي جدا، اعفرها في الدقيق، اجي بالشكل كده اهو، واروح اعمل ايه، منفضها كويس، وعندي 2 عدد بيض بروح نازل بيهم مع حبه لبن مع حبه فلفل اسود حبه ملح اهو، بص كده اهو في الدقيق شايفها، انزل بيها كده اهو، اطلع بيها من الدقيق على فين، على الفيجيتار. يا سلام بقى لو الفيجيتار سبايسي او عادي حسب الرغبه، بعمل كده اهو وبرجع تاني بايدي التانيه اللي ما فيهاش لبن كتير وبيض دي، بعمل كده اهو، شوف المنظر على القطاعه يا باشا، ادي اللي طلع عشان تشوف كل حاجه اهو، وبالشكل ده، وهدخلها عندي فين، التلاجة او الفريزر، الافضل الفريزر شويه. انا هطلع فاصل صغير جدا، بعد الفاصل ان شاء الله نواصل مع حضراتكم ونقفل اكلاتنا بعد الفاصل، يلا بينا. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب احنا قبل الفاصل كنا بحرقكم في الكفته وخلصناها، وزي ما حضراتكم شفتوها من اول حد اخرها بمنتهى البساطه، اي حد يخش يعملها، وهو ده بصراحه المطلوب، ان نعمل حاجه تكون بسيطه ما بقاش فيها هيدك على حضراتكم، نقدر نعمل نجيب نص كيلو مشكل من السي فود نفرمه ويطلع معانا كفته زي ما حضراتكم شايفين. بص المنظر كده ابراهيم عامل ازاي، شوف صباع الكفته عامل ازاي، اه ما فيهوش اي حاجه خالص، بص المنظر من جوه يا باشا، معلش انا اسف عشان بس اهو 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 شكل المنظر عامل ازاي، بسيط وما فيهوش اي افتكاسه. ده سمك الدنيس بالبطاطس والكريمه، خلصان، يلا بينا نطلعه ونقفل الفته على طول مع حضراتكم ونخلص. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر، شوف المنظر عامل ازاي، ما فيهوش اي حاجه، يعني هي الاكل بيتكلم عن نفسه لما يكون كويس. الرز بتاع الفته هنجيب عندنا مثلا فورمه لطيفه زي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، فاكرين الرز اللي عملناه معاكم من شويه، الكاليماري والبسله، حطينا البصل وشوحناه ما خليناهوش غامق عشان ما يبانش كانه رز صياديه اه، نعمل فورمه لطيفه كده، او مش فورمه، انا مش حابين فورمه، مش بحثنا كده، واهم حاجه لما نيجي نعمل فورمه نكبس كويس،
كده اهو عشان الحاجه تبقى مكموره ونقدر نفكها ان شاء الله واحنا بنقلبها تبقى لطيفه اهي. دينا برضو اهو كده اهو. تمام بسم الله. نحطها على طول في طبق الغرف، نرفع بالشكل ده بكل بساطه، ما فيهاش اي افتكاسات كتير ولا اي حاجه. حلو كلام. هنجيب عندنا بقى حبه السي فود بتوعنا اللي احنا اشتغلنا بيهم من شويه مع حضراتكم، ونبدا نرص بقى حاجتنا بطريقه لطيفه. مثلا كده اهو، بلح البحر، العيش المقرمش بتاع الفتة انا هحطه عندي في النص اهو، شايفه يا باشا؟ مش عايز بس ايه يعني اميكس الحاجات، احنا فاهمين انا قصدي، انتوا فاهمين انا قصدي ايه. اه واجيب عندي بقيه السمك. بص عامل ازاي السمك تسويت عامل ازاي بالواحده. اه بص بص تسويه كده اهو. حابين نحط حبه عيش تانيين كده اهو مثلا، بس انا مش شايف ان هو مع السي فود هيبقى لطيف العيش كده، على ما اعتقد الطبق بيتكلم عن نفسه. هجيب عندي الصوص بالمره الخفيف، نعمل حاجه حلوه. شايف بقيه السمك ده؟ شايفه؟ اهو حطه هنا عندي في قلب البوله دي مع قرن فلفل ده، شايفه يا باشا؟ كده اهو ملاحيه البحر حاجتي كلها، وانزل عليها كمان ايه؟ بصوص الطماطم بتاع الفته. بص عامل ازاي؟ عشان برضو ما بقاش مجبر ان انا غمقت الطبق اسيبه زي ما هو، الصوص يبقى بره، كل واحد فينا عايز يزود ينقص براحتنا. اهو نمسح البوله تنور الدنيا يا باشا. اهو نروق مكاننا اهم شيء، نطلع بدي على طول الاول صوص الطماطم بتاع طبق الفته. وهنجيب عندنا الصينيه اللطيفه اللي فيها البطاطس مع السمك الدنيس، نبص عليه بصه من مره هي معلش عشان نبقى موضحين. شوكتي اللطيفه بسم الله، بص التسويه عامله ازاي؟ شايف؟ شايف البطاطس عامله ازاي؟ مستويه. بص الصوص عامل ازاي؟ بص الجمبري اللي كان في الصوص فاكرينه؟ شوف. بص السمكيه بقى عامله لوحدها، شوف. بالهنا والشفا لحضراتكم. نطلع بيه على المائده على طول. وبكده يكون الحلقه خلصت مع حضراتكم، حلقه سمك كالعاده. كل اسبوع بنعمل حلقه واحده ليها علاقه بالسي فود، وبنعملها صح بقى، يعني حلقه تكون مظبوطه وصح لحضراتكم، عشان برضو ايه، انا عارف ان احنا مش كل يوم هناكل سمك، ولكن يوم ما نعمل سمك نعمله صح ومظبوط بطريقه تكون مختلفه جديده وبسيطه، وده اهم شيء. دي حلقتنا بكره ان شاء الله بنفس الميعاد، حلقه جديده، والسلام عليكم.